السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني والتي جاءت تحت عنوان محطات من تاريخ الجيش العراقي للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي. فمنذ تأسيسه عام 1921 وحتى يومنا هذا يشارك الشعب الجيش العراقي احتفالاته بذكرى تأسيسه، ومن جميل الصدف أن يتزامن عيد الجيش العراقي في كل سنة مع تاريخ العسكرية في العراق الضارب في القدم. ويخبرنا التاريخ أن أول الجيوش التي عرفها الإنسان تشكلت على هذه البقعة من الأرض، بداية من الممالك السومرية مرورا بالإمبراطورية الأكادية والبابلية وصولا للقرن التاسع قبل الميلاد، حين وضع الأشوريون الأسس التي يعرفها العالم اليوم لبناء وتشكيل الجيوش النظامية. وتضيف الكاتبة حظي الجيش العراقي بمكانة عظيمة واحترام شعبي ودولي لتاريخه العريق ودوره الوطني داخليا وإقليميا بل وعالميا. يعتبر الجيش العراقي الحديث أكثر جيوش المنطقة خوضا للحروب، بداية من حروب الاستقلال الأنجلو عراقية مرورا بالحروب القومية في 48 والثالث والسبعين، ثم حربي الخليج الأولى والثانية وصولا إلى حرب العراق مع قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني والدول المتحالفة معها. ولمن لا يعرف فإن الجيش العراقي ومنذ تأسيسه وعلى مدار تاريخه كان جزءا لا يتجزأ من شعبه العظيم، ومن أسباب قوة هذا الجيش أنه لم يعتمد يوما على المرتزقة الأجانب، وإنما اعتمد على أبنائه الطيبين الغيارى. مؤسسة الجيش العراقي مؤسسة عسكرية عراقية مرموقة، ولعقود من الزمن يشهد لها الأعداء والخصوم قبل الأصدقاء. إنها كانت المصنع والمدرسة التي خرجت عشرات الآلاف من الأبطال الميامين ذوي البأس، ولكن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، قرر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر حل الجيش العراقي المكون من 400,000 جندي، ثم بعد ذلك تقرر إعادة تشكيل الجيش. كشفت صحيفة أوتاوا سيتيزن الكندية عن مشاركة قوات خاصة كندية في عملية عسكرية ضمن فريق للتحالف الدولي في عام 2015، ألقيت خلالها 112,000 قنبلة وصاروخ استهدفت مواقعا لتنظيم داعش في العراق وسوريا، نجم عنها سقوط مئات القتلى من المدنيين، في حين قدر محققون ومنظمات حقوق الإنسان مقتل 7,000 مدني بريء على الأقل في تلك العملية. ذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة المدى أن أفرادا من منتسبي قوات كندية شاركوا فريقا عسكريا أمريكيا في عملية اتهموا فيها بقتل أعداد كبيرة من أشخاص أبرياء في العراق وسوريا. وأضاف التقرير أن تفاصيل دور القوات الخاصة الكندية في الفريق الذي أطلقت عليه كنية مخلب السندان ما تزال سرا. صحيفة نيويورك تايمز كشفت في كانون الأول عام 2021 بأن عملية مخلب السندان العسكرية مسؤولة عن إلقاء عشرات آلاف القنابل والصواريخ ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا، ولكن سقط جراء تلك العملية مئات القتلى من المدنيين الأبرياء. التحقيق لفت إلى أن أناساً ليس لهم دور في الحرب، بضمنهم مزارعون يحاولون حصاد محاصيلهم، وأطفال يلعبون في الشوارع، وعوائل تحاول الفرار من القتال، وقرويون يتخذون من مباني ملاجئ لهم قد تم قتلهم. وكشف التقرير أن محققين مستقلين ومنظمات حقوق إنسان قدروا سقوط 7,000 قتيل مدني على الأقل جراء الضربات الجوية للتحالف في العراق وسوريا.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتب مصطفى فحص تحت عنوان إيران، هل خرجت الأمور عن السيطرة؟ ويقول الكاتب: وأخيراً لكن متأخراً أدرك مرشد الجمهورية الإيرانية خامنئي أن أجهزة النظام الأمنية والعسكرية فشلت في قمع حركة الاحتجاجات، وبأن إخمادها شبه مستحيل، وحتى قرار استخدام العنف المفرط وترهيب المحتجين بأحكام الإعدام العشوائية وتحويل إيران إلى جمهورية مشانق لم تنجح لا في ردع المواطنين ولا في إعادة تقويم النظام إلى ما قبل 16 من سبتمبر أيلول الفائت. لذلك اضطر المرشد إلى الخروج عن صمته فيما يخص أزمة الحجاب الإلزامي والحديث عن القمع الذي تتعرض له المرأة الإيرانية من أجهزة الدولة العقائدية، كأنها محاولة من رأس هرم النظام والثورة والدولة في احتواء الشارع قبل فوات الأوان. فعلياً وبعيداً عن أزمة الحجاب الإلزامي، يعكس حديث المرشد حجم الصراعات بين مراكز القوة، حيث إن موقفه في هذه المرحلة المضطربة داخلياً وخارجياً له تداعيات مباشرة على معركة وراثته وعلى المرحلة الانتقالية. فالجدل الذي سيثيره داخل أروقة صنع القرار سيعمق انقساماتها، خصوصاً أن هناك طرفاً سيتبنى موقفه من الحجاب لكي يضمن غطاءً شعبياً في المرحلة الانتقالية، فيما سيتعرض الطرف الأكثر تمسكاً بالطبيعة العقائدية للنظام للحرج أمام شارعه المحافظ، وما سيحمله الشارع المقابل مسؤولية التشدد والقمع معاً. وعليه فإن السؤال الأصعب بعد أن خرجت عملياً الأمور عن السيطرة هو: هل مطالب المحتجين محصورة فقط بالحجاب؟ قال الصحفي البريطاني بيتر أوبون إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي شكلها اليمينيون عازمة على سحق ترتيبات الوضع القائم في المسجد الأقصى، وهو ما ينذر بعواقب كارثية. واستعرض الصحفي في مقال له نشره موقع ميدل إيست آي تاريخ الوضع القائم منذ اتفاقية برلين عام 1878 بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية آنذاك، والتي وضعت جملة من القواعد للتعامل مع منطقة المسجد الأقصى المبارك، وبين ما تفعله حكومة نتنياهو وخاصة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. ويضيف الكاتب: سبق أن دخل إيتمار بن غفير السياسي اليميني المتطرف وزعيم حزب القوة اليهودية ساحة المسجد الأقصى مرات عديدة من قبل، ولكن ليس بوصفه وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، وذلك ما يجعل الزيارة التي قام بها للموقع يوم الثلاثاء مسؤول الأمن الجديد في البلاد حبلى بالمخاطر. لم يزل الوضع القائم يتعرض للتقويض بالتدريج على مدى العقدين الماضيين، والآن بات حدثاً يومياً تقريباً قيام المجموعات اليهودية باقتحام المكان المقدس بحجة الوصول إلى ما يسمونه جبل الهيكل، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية في انتهاك سافر للوضع القائم، الأمر الذي يثير التوتر داخل القدس الشرقية وما بعدها. وزاد من التوتر ما أحرزه الائتلاف الصهيوني الديني في الانتخابات الأخيرة من تقدم، وهو الائتلاف الذي يتزعمه كل من بيزاليل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية وبن غفير. ومن هنا جاءت الزيارة الاستفزازية التي تمت يوم الثلاثاء. بالنسبة للفلسطينيين تمثل زيارة بن غفير أوج الاستراتيجية التي تنتهجها دولة إسرائيل والجماعات اليمينية منذ عقود لتهويد المدينة والتخلص من تراثها الفلسطيني الأصيل. تحدثت مع أحد مسؤولي الأوقاف، وهي الهيئة التي تدير الأقصى، فقال لي: تنتزع إسرائيل بالتدريج الصلاحيات من الأوقاف. نشر موقع مونديوس تقريراً سلط فيه الضوء على ارتفاع الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بسبب ما تقوم به من تصريحات وأفعال متطرفة بحق الفلسطينيين. وقال الموقع في تقريره إن التصريحات والأعمال التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي
تريد أو التي تزيد من إذلال الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم تحفز الدعوات لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد تلك الحكومة. ويطالب البعض في الولايات المتحدة بسحب المساعدات العسكرية الأمريكية ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، من بينهم النائبة رشيدة طليب التي فعلت ذلك، في إشارة إلى إعلان رئيس الوزراء نتنياهو أن لليهود الحق الحصري في العيش أينما يريدون في كل أرض. نقل الموقع عن معهد تفاهم الشرق الأوسط وصفه لسياسات الحكومة الجديدة بأنها جريمة فصل عنصري، حيث قال: بالنسبة لهذا النظام الفاشل اليميني المتطرف، فإن تفاقم الاضطهاد الفلسطيني هو إظهار مخزن للقوة السياسية، فعدد لا يحصى من الفلسطينيين الأبرياء سيقتلون على يد حكومة نتنياهو الجديدة بدعم من غالبية الجمهور الإسرائيلي الذي انتخبه، وهذا هو الفصل العنصري. وأكدت بيث ميلر المديرة السياسية للمجموعة على فشل إدارة بايدن في اتخاذ إجراء ملموس، حيث قالت: لقد مكنت إدارة بايدن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومهدت الطريق لها من خلال ضمان الإفلات التام من العقاب على أفعال إسرائيل والقتال النشط ضد أي محاولات لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صحيفة العربي الجديد وتقريرها حول ألعاب الأطفال. إذا كان الأمر الأهم بالنسبة إلى العائلات إبعاد الأطفال بأي ثمن عن مشاعر مواجهة الهموم الكبيرة للظروف الاقتصادية والأمنية التي ترافق الحياة اليومية لأفرادها، فمن المهم تحقيق الإفادة الكبرى من مواسم الأعياد عبر توفير هدايا الألعاب لهم. في المكسيك يلعب أحد أبناء عائلة فنزويلية مهاجرة يدعى جورج مع شخصية كابتن أمريكا في موقع إقامته مع عائلته في ولاية تشيوارا هو
وهو لا يعي بالطبع بأن ذويه يواجهون مع آلاف آخرين مصير التواجد على حدود الولايات المتحدة التي تمنع إدارتها دخولهم. وفي أفغانستان يتجول طفل ممسك بهدايا بالونات على منحدر في ولاية باكتيكا من دون أن يدرك العبء الكبير لمشاكل بيئته الفقيرة. تجمدت بحيرة في ولاية آجري شرق تركيا متأثرة بالبرد القارس جراء تدني درجات الحرارة، وتوصف البحيرة بالجمال المخفي لشرق الأناضول في المنطقة، وتقع على بعد 30 كيلومتر من منطقة تاشلي تشاي، وترحب بالزوار والسياح على مدار العام. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي يمكن الحاسوب والأجهزة الإلكترونية من التعلم والعمل كأنها كائنات حية عبر تعليم الحاسوب معاملات وإجراءات يتم استخدامها في العالم الحقيقي. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل التعليم الآلي وتحليل البيانات وتصنيع الأجهزة الإلكترونية وإدارة الموارد البشرية والأغراض الطبية وغيرها. لا شك أن الذكاء الاصطناعي من التقنيات الرائدة التي تساعد على تحسين العملية العلمية والتجارية وتسهيل العمل في العديد من المجالات، ومع ذلك يجب أن نحمي الحقوق الإنسانية والخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتأكد من أن يتم استخدامه بشكل آمن وقانوني. قد تتفاجأ لو أخبرتك أن كل ما سبق لم يكن من أعدادنا، بل كان إجابة تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي على سؤالنا له عن مفهوم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي متاح للجميع. لطالما شكك كثيرون في حقيقة الذكاء الاصطناعي، إلا أن ما فعلته منظمة الأبحاث OpenAI بإطلاقها تجربتها الأولى للعلن قد قطع الشك باليقين، إذ يعتبر تشات جي بي تي النسخة التجريبية لروبوت محادثة أو تشات بوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات مع البشر. بعث الروبوت كان بمثابة الحدث الأبرز نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2022، فقد ذكر الرئيس التنفيذي للمنظمة سام ألتمان أن مليون مستخدم جربوا الروبوت الجديد في غضون أسبوع واحد من إطلاقه، وبمجرد أن تبحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن الذكاء الاصطناعي ستجد الآلاف من لقطات الشاشة لنقاشات مع روبوت المحادثات تشات جي بي تي، وهو يتحدث في كل المواضيع تقريباً، جعلت الجميع في دهشة من قدرة الروبوت. ما الجديد في روبوت تشات جي بي تي؟ قد لا تصدقني إذا قلت لك أن هذا البرنامج الجديد يمكنه مساعدة المبرمجين على اكتشاف وإصلاح الأخطاء في الكودات البرمجية الخاصة بهم، وقادر على كتابة كود برمجي بلغات مثل لغة بايثون، ممتع بما يكفي للتحدث معه مثل ما وصفه البعض، كما أنه مفيد لتطلب منه المعلومات ويشارك في النقاشات الفلسفية ويساعد في الأمور العلمية. للروبوت أيضاً القدرة على شرح المصطلحات والمفاهيم العلمية المعقدة بطريقة أبسط للأطفال، ويمكنه أيضاً أن يكتب المقالات، وإذا كنت بحاجة للمساعدة بكتابة أغنية أو أبيات من الشعر، أطلب من الروبوت أن يفعل ذلك وأخبرنا في التعليقات كيف كان رده.
إذن مشاهدينا بهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.